حول موضوع تقرير مشاهدينا انضموا إلينا عبر الأقمار الاصطناعية نقيب الفلاحين السابق الحاج عبد الرحمن شكري. حاج عبد الرحمن، في عيد الفلاح كيف وصل حال الفلاح المصري وما هي مشاكله الآن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. وأول ما أبدأ أهني إخواني الفلاحين والمزارعين في مصر وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين رغم ما نعانيه الآن من مآزق ومن أزمات ومن إهمال الحكومة اللي وصل إلى درجة محاولة القضاء على الزراعة المصرية. أنا عارف إن الأمر يا إخواني في مصر صعب عليكم، شديد عليكم، شديدة الأسمدة عليكم، شديدة نقص المية شديد عليكم، اللعب في سوق المبيدات واللعب في سوق المخصبات شديد عليكم، شديد عليكم الأحوال الآن في عملية تسويق القمح وفي محاربة زراعة الرز وفي وقوف ما يسمى ببرلمان الدم ضد مصلحة الفلاح ومحاولة تجريم الزراعة في مصر، الزراعة اللي هي شالت المجتمع المصري وشالت الاقتصاد المصري ووفرت للمواطن المصري غذائه ووفرت للمواطن المصري كوب اللبن وحتة الجبنة واللحمة والزبدة، كل هذا قامت به الزراعة المصرية والفلاحين في مصر. النهاردة لما يجي عليهم العيد أو اليوم اللي احنا بنسميه عيد الفلاح ومحدش يسأل فيهم ومحدش يفكر فيهم ومحدش يسمع المعاناة بتاعتهم ويحاول ان هو يرفع عنهم او حتى على الاقل يديهم شيء من الامل، فهذا اهدار وهذا ظلم شديد. هنا يمكن سؤال وهذا تجلي على تاريخ عبد الرحمن، كيف يواجه الفلاح المصري التحديات التي تواجهه من خلال القوانين التي تصل عقوباتها لحبس الفلاحين وتغريمهم؟ ما هو يا استاذ الفلاح عاجز الان، الفلاح الان في مأزق شديد جدا، هل يزرع ويعيش ولا يتعرض للسجن؟ هل يلقى حتة يعني يسوق فيها محصوله ولا يسيب الارض ويمشي؟ وهيمشي يروح فين؟ الحكومة الموجودة الان بتوجد فرص عمل للفلاح الاجنبي، يعني هو لما يروح يشتري القمح من روسيا ولا يشتري القمح من فرنسا ولا يشتري القمح من أوكرانيا، هذه الدول القموح اللي فيها جنب القمح المصري من أسوأ ما يمكن. القمح المصري هو الأعلى وهو الأحسن وهو الأكفأ وهو الأعلى درجة، ده كلام معروف في العالم كله إن القمح المصري من أحسن القموح، حتى بيزيد على القمح الامريكي اللي هم بيوكلوه للشعب الامريكي، لان في انواع من القموح في امريكا لا ياكلها الشعب، ما تنفعش للاستعمال الادمي. فالقمح المصري احسن من ده كله. انا لما اوقف توسيع زراعه القمح واعمل تجربه او اعمل خطه لاكتفاء المصريين من القمح هذا افضل، ولا لما ادفع مليارات الدولارات للفلاحين اللي في الدول الاخرى؟ انا لما ما اقدرش ازرع هيحصل ايه؟ هسيب الارض، هدور على فرصه عمل اخرى، مفيش فرص عمل، يبقى هبقى عاطل، والبطاله بيترتب عليها اشد الازمات الاجتماعيه واشد الامراض الاجتماعيه واشد المشاكل الاجتماعيه بسبب عدم وجود فرصه عمل. فانا بدي فرصه عمل للفلاح الاجنبي وبمنع فرصه العمل عن الفلاح المصري لما ما اخدش منه المنتج بتاعه، وخصوصا لما يكون المنتج بتاعه منتج جيد ومرتفع دوليا. نفس الحكايه مع الرز، احنا في مصر. طيب اذا تحدثنا عن موضوع الخضروات والفاكهه، اذا سمحت لي يعني حاج عبد الرحمن، لان الوقت حقيقه ضيق ولذا اعتذر منك للمقاطعه. ارتفعت اسعار الخضروات شيخ حاج عبد الرحمن والفاكهه ايضا بشكل كبير، من يتحمل هذا الارتفاع، الفلاح ام الحكومه؟ هو بس يا استاذ انا احب اقول حاجه، مفيش الارتفاع الضخم اللي الناس بتقول عليه
ولو قست الارتفاع اللي بيتقال عليه وقست جنبيه ارتفاع السولار ولا ارتفاع الأسمدة. السولار ارتفع بنسبة 500%، الأسمدة ارتفعت بنسبة 200%، المبيدات حوالي 300%. يعني لما أقيس ارتفاع مواد الإنتاج نفسها ألا أكتر بكتير من نسبة ارتفاع السوق. وبعدين أنا فلاح مانيش لاقي أسمدة، فما عديش للأرض أسمدة، يبقى اللي يحصل إيه؟ محصول هيطلع ناقص، هيطلع ضعيف. لما ملقاش مبيدات ولا مخصبات نظيفة رقبتها الحكومة ودخلت الحاجة المنتج الجيد، ما أنا أعمل إيه؟ هجيب مبيدات ومخصبات مش كويسة وهرش بيها المحصول بتاعي، وعلى هذا الأساس ما يطلعش عندي محصول جيد. المحصول جيد مرتبط بأدوات إنتاج جيدة وبرقابة حكومية وبدعم للفلاح وبمساعدة في دعم محصوله واستلامه منه. كل هذه أسباب دور فيها الأول وشوف إيه اللي حصل في سوق سواء الخضروات أو في سوق المبيدات. بناء على ذلك الحاج عبد الرحمن، مش لاقي حد ياخدها. طيب بناء على ما تقول الآن، ما هي التوصيات التي يمكن أن توصي بها لحل هذه المشكلات؟ أول حاجة أستاذ أن نحط الأمور في نصابها. هل الأولى أن أنا أدي مية للعاصمة الجديدة ترش بيها المنتزهات وتعمل بيها المنتجعات، ولا أو أديها للفلاحين عشان يزرعوا الأرض؟ أنا حشت زراعة الرز وضيقت زراعة الرز وحرقوا المشاتل عشان خاطر يدي المية للعاصمة الجديدة. الأولى مين؟ الأولى المنتجعات ولا الأولى أن الناس تاكل وتشرب؟ الأولى أن الناس تجيب. أنا أحط برنامج أولويات جيد في استعمال المية، ده لو أنا بفكر في الترشيد فعلا. وبعدين أشوف قضية المية دي أحلها إزاي. ثم الأسمدة، الحكومة رفعت الأسمدة على الفلاحين، خدت 21 مليار من جنوب الفلاحين، من جيوب الفلاحين، أعطتها المصانع الأسمدة. مصانع الأسمدة بتكسب أعلى مكسب. مصانع الأسمدة في السنتين اللي فاتوا دول تجاوزت الأرباح بتاعتها 150%. يبقى أنا بعمل إيه؟ أنا بدمر قطاع خطير جدا يمثل 54% من الشعب المصري، بيوفر له غذائه، وبقضي عليهم عشان خاطر الاستيراد، لأن إحنا بقى عندنا مافيا استيراد النهاردة، بقى عندنا منظومات فساد ضخمة موجودة في الحكومة وموجودة في شركات الاستيراد والتصدير، عاوزة تجيب الفاسد اللي بره وتستبدل بيه تستبدله بالمنتج المصري. والحكومة ما لهاش موقف، الحكومة واقفة مع رجال الأعمال ضد الفلاحين. إذن هي الحكومة من تتحمل كما تقول الحاج عبد الرحمن. شكري نقيب الفلاحين السابق، شكرا جزيلا لك.